بسم الله الرحمن الرحيم. على إثري الدورة الأخيرة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت استمعنا بإمعان إلى عرض السيد العامل، والشيء الذي أثار انتباه واستحسنه الجميع ما جاء في العرض ديال السيد العامل بخصوص التعليم العالي لإقليم تيزنيت. فاقتراحه جاء في سياق الحديث عن الاستثمارات والبنيات التحتية للإقليم وللمدينة، وهذا الاقتراح يخص نواة التعليم العالي بالمدينة، وجاء في اقتراح الموقع أو العقار الحالي المتواجد بشارع محمد حفيظي طريق تفروت، والذي أسس لبناء لمحطة طرقية. أعتقد أنه اقتراح صائب ووجيه، لأن المحطة الطرقية في الشكل ديالها الحالي أعتقد أنها الوصف اللي يمكننا أن نقوله في رأيي، وهو وقع فيها واحد الهضر ديال المال العام، لأن ليكون أن المحطة لا تتطلب تلك النفقات وتلك البناية بهذا الشكل الحالي. كل ما هنالك أن هذه المحطة أولا فيها تتواجد في وسط المدينة، ثانيا فيها بنايات ضخمة واستلزمت أموال طائلة من ضرائب المواطنين، والاستفادة أو استعمالها واستثمارها سيكون هذا الاستثمار وهذا الاستعمال بدون جدوى، ولا يمكن أن يقيس ساكنات المدينة باعتبار عدد ديال الشاحن ديال الحافلات اللي هي تدوز في المدينة، واللي هي خصها تدخل المحطة وتخرج. وهذا جانب. جانب آخر، البناية في حد ذاتها مبالغ فيها، فإذا لاحظنا عدة مناطق أو عدة مدن بالمملكة، فالمحطة الطرقية عادة تكون خفيفة البنيان وتكون كذلك أحيانا تكون مؤقتة في بعض المدن، لأنها في غادي يجي واحد النهار في يوم من الأيام يمكن تحويل تلك المحطة لظروف عرقلة السائر وما إلى ذلك. الجانب آخر من هذه المحطة أن هذه المحطة كذلك إلى لاحظتوا جميع المرافق، وهذا تظهر لي راه ورد في القانون ديال التعمير، جميع المرافق وجميع المؤسسات ماشي معقول وماشي قانون باش تكون لاصقة بالبنايات أو بالمنازل أو بالدور السكنية. فهذه المؤسسة تم إلصاقها ببنايات الخواص في طريق ديال تفروت. كان من المفروض بل من الواجب يكون واحد الطريق فاصل بين هذه المؤسسة أو هذا المرفق والدور السكنية. هذا فيه أعتقد على حسب المعلومات في حسابات سياسية ضيقة للمجلس السابق أو لرئيس ومسيري المجلس السابق. إذن هذه أعتقد أنه من هذا الجانب أعتقد أن خص المجلس البلدي الحالي يتحمل المسؤولية دياله ويستجب أو يمشي مع هذا الاقتراح اللي طرحه السيد العامل، سيما وأن على حسب ما جاء في العرض ديال السيد العامل خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة هو أن موافقة جامعة ابن زهر أو المؤسسات التي أو المؤسسة التي يمكن أو القطاع
الذي يمكن أن ينشئ أو يحدث مؤسسة للتعليم العالي أعطى موافقته بخصوص هذا الموضوع. ولذلك مرة أخرى أدعو المجلس أن يتحمل مسؤوليته ويتم تحويل هذا المرفق إلى مؤسسة للتعليم العالي رأفة ورحمة بأبناء هذا الإقليم وهذه المدينة من عناء التنقل ومشاكل الكراء ومشاكل المناح وما إلى ذلك. وأنتم تعرفون أن واحد العدد ديال الطلبة وأبناء هذه المدينة والإقليم ما تيكملوش الدراسة ديالهم بسبب هذه العوائق وبسبب المشاكل المادية وضعف أو قلة المنح التي تكون عادة يكون المستفيدون من هذه المنح ديال التعليم العالي بالنسبة على كل حال أكثر من 50%. ولكن أعتقد أنه آن الأوان أن يتحمل المجلس الحالي مسؤوليته في هذا الإطار، ويجب أن يعمل كي تحسب له هذه الحسنة إن شاء الله لفائدة ساكنة الإقليم.